تواصلها في حمص وريف دمشق وإدلب، ما موقف المعارضة من عمليات التهجير القسري في سوريا؟ مقتل الرجل الثاني في داعش، كيف يؤثر استهداف القيادات على بنية التنظيم في العراق وسوريا؟ حزب الله يستعرض في الضاحية الجنوبية لبيروت، واللبنانيون يتساءلون أين الدولة؟ مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم استديو الآن، حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي. نبدأ بموجز لأهم الأنباء. الدفعة الثالثة من مهجري حي الوعر في حمص وصلت فجر اليوم إلى مخيمات ريف إدلب الشمالي ضمن الاتفاق المبرم مع قوات الأسد. وأوضح ناشطون أن عدد المهجرين الذين وصلوا إلى مخيمات ساعد في بلدة معارة الإخوان شمال إدلب بلغ 1850 شخصا. المهجرون كان بانتظارهم منظمات المجتمع المدني لنقلهم لمراكز إيواء أخرى. يعني شعور بصراحة أصعب من انتزاع الروح من الجسد، أو أصعب من انتزاع شجرة من جذورها اللي صار له سنوات طويلة فيها، عقود وليس سنوات، من أجدادنا. بصراحة شعور هلأ يمكن ما راح نحس فيه كوننا تعبانين وواصلين جديد، بس بصراحة هذا الشعور رح يتجسد بألم كبير لبعد سنوات طويلة كتير، بعد ما ابني وجميع هالأطفال اللي رح يكونوا موجودين هون رح يتذكروا حمص فقط بالصور اللي أنا التقطتها أو زملاء اللي التقطوها. بصراحة اللي كان بالوعر أشبه بالخيال بصراحة، لحد هلأ ما نفسدين حجم الفظاعة اللي طلعنا منها. هو صح موضوع انتزاع قاسي جدا، وموضوع العودة إلى الوعر هو رح يضل حلم أو أمنية وليس واقع بصراحة ما رح نقدر نشوفه لكونه يعني تعلمنا من تجارب حمص القديمة وغيرها. ولكن إن شاء الله الثورة ما رح تتوقف عند موضوع حمص أو الوعر. أكل ما في، خبز ما في، غلا فاحش، عرفت علي؟ التجار والنظام ألعن من بعضهم. تعرض حي الوعر ل 170 غارة بأقل من أسبوع، تعرض حي الوعر لقصف بمئات صواريخ والهاون، اضطرينا نحافظ على دماء النساء والأطفال بحي الوعر، اضطرينا على الخروج من حمص، كان آخر حي لنا بحمص، وهلا نحن طلعنا منه. إن شاء الله عندنا أمل بالعودة بإذن الله تعالى. تستمر الاشتباكات بين قوات الأسد والميليشيات المساندة لها ومسلحي المعارضة على محاور في أحياء جوبر وبرزة والقابون شرقي دمشق. وقالت المصادر إن غارات جوية روسية وأخرى لقوات الأسد استهدفت مواقع في محيط شركة الكهرباء والمنطقة الصناعية ومحور قطاع معمل كراج، حيث تدور اشتباكات ميدانية بين الطرفين. وقال مركز الدفاع المدني إن قوات الأسد استهدفت مواقع في القابون ب18 صاروخا من نوع أرض أرض. نقل التلفزيون العراقي الرسمي عن الاستخبارات العسكرية أن إياد الجميلي، الرجل الذي يعتقد أنه نائب زعيم داعش أبو بكر البغدادي ووزير الحرب في التنظيم، قتل في ضربة جوية. وأضاف التلفزيون أنه قتل ومعه عدد من قادة التنظيم في ضربة نفذها سلاح الجو العراقي في القائم القريبة من الحدود مع سوريا، ولم يحدد التلفزيون تاريخ الغارة. أفادت وسائل إعلامية بأن المقاومة اليمنية مسنودة بقوات من التحالف تتقدم نحو مديرية ميدي اليمنية التابعة لمحافظة حجة بعد دخولها معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية بدعم من حرس المخلوع صالح. كما تؤكد مصادر أن المقاومة على بعد أمتار من مستشفى ميدي العام الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية. شددت وكالات الاستخبارات البريطانية إجراءاتها الأمنية في المطارات ومحطات الطاقة النووية، وذلك تحسبا من هجمات إرهابية محتملة بحسب وسائل إعلام محلية. وذكرت صحيفة تلغراف البريطانية الأحد أن أجهزة الأمن البريطانية أصدرت خلال 24 ساعة الماضية سلسلة من التنبيهات محذرة من أن الإرهابيين طوروا طرقا جديدة لتجاوز اختبارات الأمن والسلامة داخل المطارات. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 11 مسؤولا كوريا شماليا وشركة في بيونغ يانغ لعزل النظام الشيوعي الذي يواصل برنامجيه النووي والباليستي.
ويقيم معظم المسؤولين في الصين وروسيا ويعملون لحساب شركات تمول صناعة الدفاع في كوريا الشمالية وتزودها بمعدات وتكنولوجيات، هذا وتمنع العقوبات أي تجارة مع هؤلاء الأفراد وتلك الشركة. دور سلبي لهيئة تحرير الشام في عمليات تهجير السوريين، التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أقرت هيئة تحرير الشام النصرة سابقا بالاتفاق الذي أبرمته فصائل أخرى موالية لها مع إيران، وهذه الفصائل ونشرت بعضا من بنوده، من أبرزهم إخراج 2000 من المطلوبين لدى قوات الأسد من الزبداني ومضايا بريف دمشق، مقابل إخراج كل من في كفرية والفوعة في ريف إدلب، الأمر الذي أثار استهجان الشارع السوري ودفع المعارضة السياسية لاستنكاره لما له من تداعيات على النسيج السكاني السوري المتنوع وما يقدمه من خدمة لإيران في مشروعها بالتغيير الديموغرافي لسوريا. فما دلالات ذلك بالنسبة للنصرة التي فاوضت واتفقت مع إيران وهي تدعي أنها في حرب معها؟ نتابع. آخر أوراق الضغط على الأسد تسقط من يد المعارضة السورية المسلحة في إدلب بعد الاتفاق الغريب الذي تم توقيعه بين هيئة تحرير الشام النصرة سابقا وبعض الفصائل الموالية من جهة وبين إيران من جهة أخرى، والذي كان أبرز بنوده إخراج كل من في كفرية والفوعة بريف إدلب مقابل إخراج 2000 مطلوب من أهالي مضايا والزبداني بريف دمشق. الاتفاق تضمن أيضا على وقف إطلاق النار لمدة 9 أشهر في كل من بلدتي الفوعة وكفرية ومدن وبلدات محيطة بهما كتفتناز وبنش وطعم وغيرها، إلى جانب مدينة الزبداني وبلدتي مضايا وبقين بريف دمشق الشمالي الغربي وأحياء في جنوب دمشق. ما حصل ما هو إلا عملية في تغيير النسيج السوري تتحرك بسرعة شمالا وجنوبا، والحزام الطائفي يلف حول دمشق بأسلوب ممنهج، وها هي إدلب أصبحت مستباحة تماما من قبل النظام بعد أن أفرغت من رعاية إيران وميليشياتها في المنطقة، ولا وسيلة لإجباره على إدخال المساعدات لأي منطقة محررة بعد اليوم. عملية التهجير التي نفذتها إيران بنفسها هذه المرة هي ليست الأولى، فحزب الله استولى على معظم القرى المحيطة بالشريط الحدودي مع لبنان في جبال القلمون، أي تلك المجاورة لمضايا، وبدأ بنقل أفراده وعائلاتهم إليها كما فعل سابقا بالقصير بريف حمص، والأمر ذاته شهدته أيضا دارية وخان الشيح والمعظمية والكثير وآخرهم حي الوعر في حمص. الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف بدورهما رفضا هذا التهجير جملة وتفصيلا، معتبران أن ذلك يأتي في إطار خطة لمصلحة إيران وحزب الله في مشاريعهم للتغيير السكاني في سوريا وإحلال مجموعات محل أخرى على أسس طائفية خدمة لمشاريعهم التقسيمية الفئوية في سوريا وفي المنطقة. الاتفاق الفردي الذي كانت النصرة طرفا رئيسا فيه اتخذ بقرار بعيد عن مصلحة الشعب السوري، فالأسد وإيران ماضيان في إفراغ سوريا من مكوناتها المتنوعة، والجولان أعطاهما الذريعة لتنفيذ المزيد من القتل بحق المدنيين في إدلب بعد أن جمع كل خصومه فيها وسحب منها ميليشياته وأصبحت منطقة مستباحة له كي يقتل فيها كما يشاء. أيضا أهالي مضايا الزبداني تهجيرهم من بلدهم لح يخلق إفراغ بهالمنطقة ويجعل المنطقة الممتدة المسيطرة عليها حزب الله في مناطقه إلى تلك المناطق مكان مضايا الزبداني، وسيفتح له طريق جديد عبر القلمون الغربي إلى القلمون الشرقي، إلى فهو طريق إمداد له. ما حصل يثبت من جديد توافق أجندة الجولاني مع أجندة الأسد وإيران التي تعمل للقضاء على الثورة السورية، ويؤكد مرة أخرى أن تحركاته لا تأتي إلا بالضرر على الشعب السوري وتتسبب بمزيد من القتل والتشريد له. معي من اسطنبول يحيى مكتب عضو الائتلاف الوطني السوري، مساء الخير، أهلا بك معنا سيد يحيى. طبعا واضح للجميع استنكاركم لهذا الموضوع، ولكن النظام سيد يحيى حتى لو كان هذا الموضوع بأوامر خارجية، ولكن هو يقوم بطريقة أو بأخرى بتغيير النسيج السوري، يسمح به، يسهل حصوله ويقوم به، ماذا سيستفيد؟
مساء الخير لك والمشاهدين الأعزاء. بالفعل النظام كما أنه يعتاش على القتل والأشلاء والتدمير، أيضا هو يعتاش على تمزيق نسيج الشعب السوري ووضع جدران عالية بين أبنائه. هو دائما يحمل خطابا طائفيا، وهذا ما جعل حقيقة جل الطائفة العربية الكريمة تتمسك به، رغم علمها أنها تدفع أثمان باهظة لبقاء بشار الأسد على الكرسي، مع أنه في عدد من العلويين ليسوا مع الأسد. تفضل سيدي. بالتأكيد. النقطة الثانية أن هذا هو تعزيز لمنطق بعض الجهات التي تريد أن تجعل من سوريا مناطق لاقتسام النفوذ. كل القرارات الدولية حتى الآن تدعو وتضمن بقاء سوريا موحدة أرضا وشعبا، لكن هنالك أطراف بالتأكيد لها مصالح من خلال هذا التقسيم الذي يطل برأسه. النقطة الثالثة أنه لأول مرة بسلسلة عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي تحدث عملية تبادل في التغيير الديمغرافي، وهذا مكمن الخطورة الكبير. صحيح. في السابق كان نظام الأسد يشرع إلى عمليات التجويع والخصار ومن ثم القصف بالبراميل، وبالتالي بعد سلسلة طويلة من هذه الإجراءات وتخاذل المجتمع الدولي نصل إلى أن أهالي المنطقة يضطرون إلى القبول بعقود الإذعان التي يفرضها النظام. كل نعم، يعني مفروض فرض هذا الموضوع العقل. صحيح، واللي قاد بالنهاية إلى هذا التبادل وقبول الاثنين، فرض فرضا سيد يحيى كما يريد النظام. صحيح. كما قلت، يعني دمشق مضايا الزبداني مقابل ريف إدلب كفرية والفوعة. إيران ذكرت طبعا من في الخارج ومن يستفيد بهذه النقطة، وكأنه قدم لها هذا على طبق من ذهب. ما خطورة هذا الموضوع سيد يحيى، ليس فقط في الوقت الراهن ولكن في مستقبل سوريا أيضا؟ أولا حقيقة هذا الإجراء هو تعزيز للمشروع التوسعي الاستيطاني لإيران، والتي يسميها كذبا وبهتانا نظام الأسد سوريا المفيدة. هي مفيدة لمشروع خامنئي، ومشروع الذي يهدف إلى زعزعة المنطقة وزرع الفتن بناء على المقتضى الطائفي والمذهبي. ثانيا إحلال الغرباء مكان السكان الأصليين في مناطقنا وديارنا، بالتأكيد هذا سيعقد المشهد وسيجعل هنالك صعوبة في عمليات إخلاء هؤلاء، وخاصة إذا نظرنا أن مجرم الحرب بشار الأسد قبل فترة اعتبر أن المواطن بمفهومه ليس من يحمل جنسية سورية، بل من يدافع عن النظام، وهذا وهذا يشمل كل الميليشيات التي جلبتها إيران لتشارك في حرب الإبادة ضد الشعب السوري. أنا أشكرك جزيلا من اسطنبول سيد يحيى مكتبي، عضو الائتلاف الوطني السوري. ما حصل من اتفاق بين هيئة تحرير الشام النصرة سابقا وإيران أثار سخطا كبيرا لدى السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف حقيقة الأجندة التي يعمل عليها الجولاني بحسب ما يرون، مؤكدين أن ما حصل ما هو إلا فصل جديد يكشف حقيقة القاعدة وأهدافها في سوريا التي لم ينتج عنها إلا المزيد من القتل والتشريد للشعب السوري. الزميل زكريا نعساني حاول رصد آراء الشارع السوري على تويتر من خلال التقرير التالي. بالأمس تخون هيئة تحرير الشام النصرة سابقا كل من يشارك في المفاوضات الأممية، وتدعو لقتال كل من شارك في أستانا أو من بادر بالالتزام بوقف إطلاق النار. واليوم يجلسون مع إيران على طاولة واحدة وينفذون أجندة تغيير النسيج السوري الذي تسعى طهران لإرسائه منذ أول يوم دخلت فيه سوريا. الاتفاق الذي تم بين النصرة وإيران حمل أبعادا كارثية على السوريين وإشارات استفهام غامضة، وخاصة طريقة التنفيذ والتوصل للاتفاق من قبل النصرة وما قامت به من إخفاء لبنود الاتفاق وعدم نقاشه مع الفصائل الأخرى العاملة في الشمال.
الأمر الذي قوبل باستياء شديد من قبل الشارع الثوري في سوريا، حتى اعتبره البعض أنه لا ينصب إلا في خدمة مصالح الأسد وإيران في عملية التغيير الممنهج في النسيج السوري. ناشطون ومقاتلون في فصائل المعارضة رفضوا هذا الاتفاق، وكان لهم رأي بهذا الخصوص أفضوا به على مواقع التواصل الاجتماعي، نستطلع بعضا منها. فيرى أبو جهاد محمد من هذا الاتفاق شيء واحد، وهو أن عصابات كفرية والفوعة ستتوجه لدمشق لمؤازرة النظام في الهجوم على الغوطة ومحاصرتها، وذلك برعاية الجولاني. موسى الغنامي غرد مجموعة تغريدات في آخرها ذيل كلامه بوسم: هل الجولاني خائن؟ إذ يقول في أحدها: عندما يقاتل الفصائل التي رضيت بحضور مؤتمر الستانة بتهمة الردة والجلوس مع الأعداء والتوقيع على قتاله ثم يجلس مع إيران. ويضيف: أما عندما يوقع مع إيران تأمين وصول شبيحة كفرية والفوعة مقابل إجلاء أهالي مضايا والزبداني في تغيير ديموغرافي خطير. أما وجهة نظر صفحة أموي نيوز، فإن غزوة حماة كانت للتغطية على هاتش، وهو اختصار لهيئة تحرير الشام، اتفاق العار، خروج 5000 مقاتل من حزب الله من كفرية والفوعة، كل صفقات الجولاني تسبقها بروباغندا جهادية. وهو ذات الأمر الذي رآه البراء بن مالك، والذي قال: لقد كانت معركة دمشق مجرد تغطية على ردود الفعل لاتفاق كفرية الفوعة الذي أتمه جولاني خدمة للنظام بإفراغ أماكن لحزب الله في سوريا. فيما يرى صقر التوحيد أن الجولاني حامي الفوعة وكفرية جاء لتقسيم سوريا ونصرة إيران، وهذا ما رأيناه من القاعدة. كما يرى مزمجر الجبل خيانة الجولاني وحلفائهم صك براءة لجميع الفصائل التي بغت عليها هذه العصابة بحجة الردة والعمالة. الناشط يوسف البستاني يكتفي بنشر مظاهرة من دوما ويعلق عليها بالقول: جاي على بلادي تنصرها ولا تنصر الإيراني؟ وأخيرا نختم مع تساؤل لمحمد عبد العزيز، والذي قال: هل اتفاق كفرية الفوعة مضايا الزبداني هو آخر مهام جبهة الجولاني أم بقي لها مهام أخرى؟ فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لنتابع ما هي الفرضيات المطروحة بشأن مصير مختار بن مختار؟ أحييكم من جديد. أعلن متحدث باسم المخابرات العراقية السبت قتل أياد الجميلي الذي يعتقد أنه نائب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في ضربة جوية الجمعة. قال المتحدث باسم المخابرات العسكرية العراقية أن عددا من قادة التنظيم قتلوا مع الجميلي في ضربة نفذها سلاح الجو العراقي في القائم. التقرير التالي والتفاصيل. الإعلان عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش الإرهابي إياد الجميلي في ضربة جوية نفذتها طائرات القوات الجوية العراقية يوم الجمعة الماضي. الرجل الذي يعتقد أنه نائب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، والذي كان يقدم تقاريره مباشرة إلى زعيم التنظيم كما سبق، وأن عين مسؤولا أمنيا في التنظيم خلفا لأبي علي الذي قتل بغارة جوية عراقية. نائب زعيم التنظيم إياد الجميلي كان يعمل سابقا ضابطا في الاستخبارات في الجيش العراقي، ويعتقد أنه انضم إلى مناهضي الاحتلال الأمريكي في أعقاب الغزو الذي شنته الولايات المتحدة على العراق في عام 2003. كما يقول خبراء أن الجميلي قاد الجهاز الأمني الأعلى للتنظيم في العراق وسوريا. متحدث باسم المخابرات العسكرية العراقية أكد للرويترز أن الجميلي قتل معه بعض من قادة التنظيم في ضربة نفذها سلاح الجو العراقي في القائم القريبة من الحدود السورية. ورغم أن خسارة الموصل ربما تضع نهاية على الأرض لحكم داعش في العراق، إلا أن المسؤولين الأمريكيين والعراقيين يستعدون لمواجهة نشاط سري للتنظيم يخوض خلاله تمردا مثل الذي تبع الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. ويقول خبراء أن أكثر من 40 من قيادي داعش قتلوا في ضربات جوية لقوات التحالف في الوقت الذي تتوالى فيه خسارات داعش منذ شن القوات العراقية معركة الموصل. معي من بغداد المستشار ضياء الوكيل الخبير في الجماعات المتشددة. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد ضياء. الوصول إلى هكذا مناصب بهذا التنظيم، اليوم نتحدث عن نائب يعتقد بأنه نائب البغدادي، كيف يؤثر بوضع داعش على الأرض وبهيكلية التنظيم؟
مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة. وفي البداية يعني إذا تسمحوا لي ألفت عنايتكم والسادة المشاهدين الكرام إلى موضوع يتعلق بداعش وتنظيم القاعدة. أنا هنا تحدثت من على هذا المنبر الكريم قبل شهرين وقدمت قراءة ذكرت فيها أن هنالك محاولات للتقارب بين تنظيمي داعش والقاعدة. وفي شهر آذار الماضي يوم 18 ظهرت صحيفة أزفستية الروسية اللي تشير أن هناك مداولات في كواليس المؤسسة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية حول مخاطر يعني تحالف أو اتحاد بين تنظيمي داعش والقاعدة رغم الخلاف الأيديولوجي وأحيانا جولات القتال التي تدور بينهما في يعني مختلف المناطق. نعم. أنا هنا أؤكد أن لقناة الآن الإخبارية لمنبركم الكريم يعني السبق الصحفي والبحث في هذا الموضوع، وهذا دليل على رصانة التحليلات والآراء التي تطرح عبر هذا المنبر، منبر قناة الآن الإخبارية. وأشير وأؤكد يعني على هذا الموضوع أن قيام الطائرات الأمريكية بنشاط فعال منذ 20 كانون الثاني الماضي بعد تسلم الرئيس ترامب يعني لمقاليد الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. نلاحظ أن هنالك نشاطا وفعاليات عسكرية باتجاه تنظيمات القاعدة إن كان في جنوب الجزيرة العربية في اليمن أو في شمال أفريقيا أو على الأراضي السورية والعراقية، وهذا يؤكد هذه الفرضية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بخطر محدق من احتمال انهيار تنظيم داعش والتحاق القادة المتشددين ومعهم مسلحيهم إلى فصائل يعني تنظيمات القاعدة. نعم. على الأراضي السورية وفي مناطق أخرى. نعم. هذا كان الدافع لأن تكثف الضربات في الآونة الأخيرة. نتحدث عن سقوط عدد من القادة، حتى بقتل الجميلي كان هناك في عدد من قادة التنظيم قتلوا معه بهذه الضربة في القائم. ما الذي يعني الوصول إلى هذه المناصب رفيعة في التنظيم؟ أول شيء هذا يشير إلى أن هناك اختراق أمني يعني أو اختراق للجدار الأمني الذي يحيط يعني بقادة تنظيم داعش. وأياد الجميلي بالتأكيد هو سيكسب الجهد العسكري العراقي، يعني يعزز هذا الجهد الاستخباري والعسكري، وأيضا يعني يلحق ضرر جسيم بهيكلية القيادة لتنظيم داعش. أنا عندي يعني خبر لربما يكون يعني بنفس الأهمية. نعم. أنا لاحظت يعني من خلال المتابعة والتحليل للمعلومات مقتل شخص مهم جدا في داخل مدينة الموصل وليس في خارج مدينة الموصل. وهو عمر مهدي زيدان الملقب بأبو المنذر. هذا الشخص هو أردني الجنسية والتحق بتنظيم داعش عام 2013 بعد أن اختلف مع الفعاليات السلفية في داخل الأردن. ما منصبه؟ يعني على خلفية وصفه منصب رئيس عين في شهر سبتمبر الماضي قبل معركة الموصل، عين رئيس شورى تنظيم داعش، وهو أول مرة يعني يختار شخص غير عراقي لهذا المنصب. أنا أعتقد يعني والمعلومات وردت من خارج العراق ومن مصادر مقربة من عائلته ومنطقة سكناه بأنه يعني أعلموا بأنه قد قتل داخل مدينة الموصل، ولم تشر لحد هذه اللحظة كيف المعلومات كيف قتل، هل قتل في غارة جوية أم في قصف. هذا يدلنا على موضوع جدا مهم، ان احنا يعني نحن في البدايه كنا نستنتج ان الصف الاول قد خرج من الساحل الغربي لمدينه الموصل. الان ومع الاستماته يعني عناصر داعش في القتال، شراسه القتال ودمويته يعني في الساحل الايمن، يؤكد لنا ان هنالك عناصر قياديه مهمه. نعم. ومن الصف الاول موجودين حتى البغدادي عند الساحل الايمن. نعم. حتى بعد ما حكي بانه خرج من الموصل من في اليومين الماضيين اعتقد حكي. نعم. بأنه موجود، يعني حتى كان في دخل، لا أعرف معلوماتك بهذا الإطار، مجموعة كبيرة بدبابات من أفراد داعش لتل عفر لنقل قياديين إلى الموصل، وما زال يتم الحديث. هؤلاء تفضل.
هؤلاء دخلوا يعني حاولوا الدخول من الحدود السورية باتجاه يعني الغرب باتجاه مدينة تل أعفر. أنا أتحدث عن داخل مدينة الموصل. هنالك يعني فرضية، هنالك فرضية في التحليل الدفاعي والاستخباراتي والتقييم لمستوى القتال الذي يجري في داخل مدينة الموصل، مع يعني مع العلم أن المعركة بكل المقاييس العسكرية هي معركة يائسة يعني بالنسبة لتنظيم داعش، ولكن هذه الاستماتة وهذه الشراسة التي يبديها تنظيم داعش ومع ورود هذه المعلومات عن مقتل قياديين في داخل المدينة، هذا يرجح فرضية وجود قياديين مهمين ومن المحتمل جدا أن يكون أبو بكر البغدادي في داخل مدينة الموصل. هذه معلومات تحتاج إلى إعادة يعني تصنيف وتوصيف ومقاطعة استخباراتية يعني للموقف القتالي في الساحل الأيمن. شكرا جزيلا لك. وهذا طبعا سيؤثر نعم شكرا جزيلا لك طبعا شكراً. سيؤثر بعمليته على الأرض وبدوره. شكرا جزيلا لك من بغداد. نعم. مستشار ضياء الوكيل الخبير في الجماعات شكراً. المتشددة شكرا على المشاركة وعلى المعلومات الهامة. يمعن داعش باستخدام المدنيين العراقيين في الموصل دروعا بشرية لحماية مقاتليه وقادته الميدانيين من القصف الجوي والمدفعي، وقد زاد التنظيم من هذا الأسلوب الوحشي في التعامل مع الأهالي باستغلال منازلهم واحتجازهم فيها خلال مواجهته مع القوات العراقية، الأمر الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى من السكان. وسام يوسف زار أحد المنازل التي استخدمها مقاتلو داعش في الجانب الأيمن من الموصل وأعد هذا التقرير. أبرز جرائم داعش وأكبرها منذ أن قام باحتلال مدينة الموصل هي اتخاذه للمدنيين دروعا بشرية، خاصة مع انطلاق معارك تحرير الجانب الأيمن منها، حيث يلقى العشرات من الأهالي كل يوم حتفهم على يد مقاتلي داعش. أخبار الآن دخلت أحد المنازل في منطقة العقيدات المحاذية للموصل القديمة لكي نقف على ما قام به داعش عن قرب. هاي جثة أخوي الله يرحمه، جثة ابن عمي، دول جو دواعش منها شحرقوا سيارات، حرقوا سيارة طلع عليهم الله يرحمه، قالوا ليش تشعون سياراتنا؟ قالوا يا تقاتلوا معنا يا نقتلكم نشعل سياراتكم. الكلام صار بيناتهم، ما شعلوا السيارات جو بالاخير دي يفوتون هنا يسمون قناص فوق القوات الامنيه براس الشارع كانت. ما خلوهم، قال عجل تفتحون نفوت على السرداب ويا العائله. دافعوا ايه هنا بهالمكان هاي، دافعوا ضربوا اكرم، ضربوا اكرم على صياح اكرم طلع محمد الله يرحمه، ضرب واحد منهم بعد ما وصل اللاغ جاء الثالث ضربهم، واربعه فوق كانوا حاصرين فوق بالهول. جت الطياره كملتهم ايه هنا. هاي مكان الضربة مع الطيارة كملتهم هنا وماتوا ثلاثة منهم وأربعة شردوا واثنينهم ماتوا وياهم. هذا صاحب 8 أطفال وهذا صاحب 9 أطفال. أخذنا قاسم إلى جولة في المنطقة وهو يروي لنا كيف كان مقاتلو داعش يتنقلون بين المنازل محاولين التخفي بين الأهالي، وكيف يجبرون الجميع على فتح المنازل لهم وقتل كل من لا يمتثل لأوامرهم. وهذا ما حدث لأكرم ومحمد هنا في هذا المنزل. من هاي المكان جو كسروا، هدينا الحائط نفوت السيارات حتى لا يشعلوهم لان هذا الحائط، قالوا ليش ما تعاونونا تدون حائط تخبون السيارات. جو 7 منا، 4 فاتوا فوق دي يسمون قناص غادي اي غادي فوق، وثلاثه هنا مسكوا اكرم ايه هنا، كان هذا التانك هنا اكرم بن عمي الله يرحمه ايه هنا، ومحمد اخوي ايه هنا، ضربوا اكرم ايه هنا، رجع محمد طلع على صياح اكرم ضرب واحد ايه هنا وقعوا، رجع طقوا اكرم ضربوا محمد. دخلنا الى منزل العائله الذي حاول داعش التخفي بين أفرادها، وروى لنا قاسم ما جرى خلال تلك الساعات العصيبة بألم كبير، وهو يشاهد قناصة داعش يتخذون من منزلهم نقطة دفاع لهم بعد أن قتلوا أخاه وابن عمه. العائلة 62 نفر هنا، 62 قالوا نختبئ وياكم حتى طيارة تخصفكم كلكم تموتون. هالعبارة والله العظيم هالعبارة، ورادوا ينصبون قناص من ذاك الشباك على الشارع العام، ما خلاهم حجل قارن فننصب قناص هنا خلي طائرة تقتلكم كلكم هنا. بعد هاي الأثناء هم ذول اثنين مشت لهم. خرجنا من المنزل كي نلتقي عددا من الجيران والذين لهم نفس الحكايات مع مقاتلي داعش، ولكن صوت انفجار قريب جعلنا نتراجع، حيث سقطت إحدى قذائف داعش بالقرب منا مؤدية إلى جرح مواطنين اثنين وصحفية مصرية كانت برفقتنا مع قطعات فرقة الرد السريع العراقية، حيث عدنا بقناعة تامة أن مقاتلي داعش لا يتوانون أبدا عن معاقبة المدنيين حتى بعد تحرير مدنهم.
الخلاصة التي توصلنا إليها في تحليلاتنا السابقة عن مختار بالمختار بأنه لم يعد له أي تأثير في عالم الجماعات المتطرفة. هذا الأمر تعززه عدة فرضيات يستعرضها الزميل جمال العريبي. تكرر الإعلان عن قتل مختار بالمختار في مناسبات عديدة ومحطات مختلفة، ففي يونيو العام 2015 أعلن عن قتل مختار بالمختار خلال هجوم أمريكي في ليبيا، وبتاريخ 28 من نوفمبر 2016 أعلن مسؤول أمريكي أن ضربة جوية نفذت في شهر نوفمبر بدعم من الاستخبارات الأمريكية أدت إلى مقتل بالمختار، وهو الخبر الذي تريثت السلطات الجزائرية حتى الآن في الإعلان عنه لغياب أدلة دامغة تثبته، خصوصا وأن الحكومة الجزائرية هي الوحيدة المخولة بتأكيد قتله لامتلاكها الحمض النووي لعائلته، ما يمكنها من تأكيد الخبر أو نفيه. إلا أن الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا والذي يظهر فيه حسن الأنصاري بدلا من بالمختار في عملية الدمج الأخيرة أعاد إلى الواجهة عدة فرضيات متداولة في الجزائر، ولعل أبرزها أن بالمختار فعلا قتل ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل قتله، أو أنه مصاب إصابة بالغة منعته من الظهور في إعلان الاندماج. خبراء أمنيون استطلعنا آراءهم جزموا أن بالمختار فقد أي تأثير له في ساحة الجماعات الجهادية، إما لإصابته أو لتحوله إلى ساحة قتال أخرى ليحاول أن يستجمع قواه. وهنا تبرز إشارة بعض من استطلعنا آراءهم إلى أن بالمختار منشغل بجمع الدعم من جهة في ظل انهيار داعش ومحاول إعادة ترتيب البيت مع أنصاره في ليبيا، ومن جهة أخرى أيضا يعمل على محاولة السيطرة على حقول النفط لما له من خبرة في الهجوم على المنشآت النفطية واستغلالها كمورد رئيسي لتمويل العملية الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. بغض النظر عن كل هذه الفرضيات، فإن واقعا واحدا يكتنف المشهد هو أن بالمختار غائب عن الساحة، وبالتأكيد غيابه له أثر كبير في داعميه ومسانديه. فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لنتابع. إعلان الحداد في كولومبيا بعد ضحايا الانهيارات الأرضية. أحييكم من جديد. استعرض حزب الله اللبناني قوته في ضاحية بيروت الجنوبية في محاولة منه لردع تجار المخدرات وعصابات الخطف التي تتخذ من بعض مناطق نفوذه مقرا لها، في الوقت الذي تحوم الاتهامات في حول الحزب بتمويل أعماله عبر تجارة كابتاجون. تفاصيل الموضوع في التقرير التالي. في الوقت الذي تواجه فيه الأجهزة الأمنية اللبنانية عراقيل للقبض على تجار الكبتاجون بسبب الغطاء الأمني الذي تقوم به ميليشيا حزب الله، يخرج عناصر من الحزب وقد تقنعوا بالسواد وتسلحوا في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت ليقوموا بعمليات أمنية ومداهمات، آخذين بذلك دور القوى الأمنية الحكومية ليقبضوا على تجار المخدرات. القوة الضاربة في حزب الله التي أثارت ذعر اللبنانيين اسمها فرع الأمن الاجتماعي بحسب ما تداول البعض، لكن هل يحق لحزب مهما بلغت قوته أن يحل محل الدولة في مهماتها؟ سؤال دفع بالمكتب الإعلامي لحزب الله أن ينفي الأمر قائلا بأن الصور تعود لشبان مؤيدين لحزب الله تحمسوا لمساعدة القوى الأمنية وقاموا بهذا النشاط بدون التنسيق مع الحزب، فهل بات حزب الله الذي لطالما تفاخر بتنظيمه عشوائيا؟ الاستعراض الأمني الذي قام به حزب الله بدا مريبا أكثر بعد كشف إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في وقت مبكر من العام الجاري عن عملية دولية أسفرت عن اعتقال أفراد شبكة تابعة لحزب الله اللبناني متورطة في عمليات تهريب وتجارة للمخدرات تبلغ قيمتها بملايين الدولارات بهدف تمويل عمليات إرهابية في لبنان وسوريا. ويتبادر إلى الأذهان السؤال، لماذا الآن بعد سنوات وسنوات من السكوت عن هؤلاء التجار المعروفين في المنطقة؟ فهل أصبح الحزب محاصرا بالاتهامات لينفي عن نفسه التهمة باستعراض أمني يتحدى فيه الدولة اللبنانية؟ معي من بيروت الصحفي والكاتب السياسي شارل جبور. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد شارل. مقابل هذا الاستعراض لحزب الله ثمت من رآه بأنه بحد ذاته يدين الحزب، لماذا هذه الجماعات تتخذ البعض من مناطقه كمقر لها؟ لا، بمعزل عن يعني إذا كانت بيئة حزب الله هي هنالك من يتعاطى أو من يدمن المخدرات،
بالحقيقة يعني ما يعنينا كلبنانيين بشكل أساسي أن هذا الحزب قام باستعراض عسكري، وهذا الاستعراض العسكري بخلاف ما قاله التقرير لا يشكل ذعرا يعني بالنسبة إلينا، يعني لم يخيفنا على هذا المستوى بس، ولكن ما يعنينا هو أنه مخالف الدستور ومخالف اتفاق طائف ومخالف للمواثيق المعروفة ومخالف للقوانين، وهو تجاوز للدولة التي كانت قبل ساعات يعقد مجلسها الأمني اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة وكل الأجهزة المعنية. وبالتالي هذا إن دل على شيء دل أن حزب الله يقيم دولته الخاصة بمعزل عن الدولة اللبنانية، ويوجه رسالة إلى كل اللبنانيين بأن لي أنا لي دولتي وأنا لست بحاجة لدولتكم. صحيح، ولطالما كانت هذه الرسالة دائما موجودة لدى الحزب ويعبر عنها دائما بكل التصرفات. ولكن هذه المرة هل ستكون هذه الخطوة محفزة محركة أكثر للدولة اللبنانية الحقيقية ليس لدولة الحزب بأن تتصرف بأي طريقة؟ يعني نحن نعلم بأن لبنان يعني إنه لا يوجد طريقة لمعالجة هذا الأمر، لأن إلا طريقة واحدة وهي الاشتباك مع الحزب، والاشتباك مع الحزب يدخل لبنان بحرب أمنية. وبالتالي نحن بغنى عن حرب في لبنان، يعني نتائجها تكون سلبية على كل اللبنانيين، بس ولكن نحن ما نريد بأنه يعني الدولة أن تتخذ خطوات وأن تظهر للحزب بأنها جدية في التعامل، وبالتالي كل من حمل السلاح وظهر بهذا المظهر على الدولة اللبنانية أن تلاحقه، وعلى الدولة اللبنانية أن تدين حزب الله وتقول للحزب هذه التصرفات غير مقبولة، ونحن أي تصرف من هذا القبيل نحن سنضطر إلى ملاحقة العناصر التي حملت السلاح والتي ظهرت بشكل ملثم بهذا الشكل، لأن هذه تصرفات هي تصرفات خارجة عن القانون، وكل من يخرج على القانون يجب أن يكون مدانا. وبالتالي عندما تتصرف الدولة بهذا الشكل من دون أي اشتباك، أعتقد أنها يمكن عند ذاك أن تردع حزب الله وتصرفات حزب الله. ما حصل غير مقبول بتاتا وهو مرفوض، ونحن لا يمكن أن نتقبل مشاهد من هذا النوع، لأنه أي تغطية لهذا المشهد اليوم قد يتكرر غدا، وبالتالي يجب أن تكون الدولة حاسمة في منع مشاهد من هذا النوع، لأن مشاهد من هذا النوع ستؤدي هل هي قادرة حتى لو أرادت الدولة اللبنانية هذا، هل هي قادرة على التصرف عليها أن أعتقد أنها عليها أن تحاول، أنا لا أعتقد بأنها قادرة بس، ولكن عليها أن تحاول، عليها أن تثبت ذلك. يعني عندما الحزب يرى بأن هنالك وجود هنالك دولة جدية وتلاحق أمنه بشكل جدي، أعتقد بأن عند ذاك سيرتدع. نعم. يعني وعندما يوجه رسالة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس الحكومة ويقولون بشكل واضح أن ما حصل مرفوض، لا. لا أعتقد بأن الأمور تختلف وتتغير بس، ولكن عندما تسكت الدولة وعندما تسكت السلطة، نعم، طبعا الحزب سوف يكرر أعماله الميليشياوية بالشكل الذي رأينا. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من بيروت، الصحفي والكاتب السياسي شارل جبور. أعلن الرئيس الكولومبي حال الكارثة الرسمية من أجل تسريع عمليات الإنقاذ في مدينة بوتوماو ومركز في مركز الولاية التي تعرضت لسيول ووحلية نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة الجبال والتي أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل في كولومبيا وعشرات آخرين في البيرو والإكوادور المجاورتين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. سيول وحلية ناجمة عن أمطار غزيرة انهمرت على منطقة الأنديز الكولومبية، طالت أيضا بيرو والإكوادور. كارثة هائلة الحجم وغير مسبوقة تشهدها البلاد، أحصي فيها نحو 1000 بين قتيل وجريح ومفقود، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا الذي تعدى 250. الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس أعلن حالة الحداد، مطالبا فور توليه قيادة عمليات الإغاثة بتسريع عمليات الإنقاذ. أحياء بكاملها لم تعد موجودة، وبدت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 40,000 نسمة وهي مغمورة بالأوحال، شكلت على إثرها سلطات البلاد مجموعة أزمة تضم مسؤولين محليين ووحدات عسكرية وفرقا من الشرطة والإغاثة لتنظيم أعمال البحث عن المفقودين وبدء إزالة مئات الأطنان من الركام.
خصصنا طائرتين مع أفراد من اللواء يتعاملون مع حالة الطوارئ، كما قمنا بتوفير طائرتي هيلوكوبتر لنقل المصابين. من جهته قال الصليب الأحمر الكولومبي إن الحصيلة ترتفع بسرعة مخيفة، إذ لم يتم العثور بعد على مئات الأسر، فيما أشارت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إلى تضرر 300 أسرة على الأقل. وفي إطار المساعدات الداخلية والدولية، أفادت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث بإرسال أكثر من 7 أطنان من المواد الطبية واحتياطات المياه والكهرباء إلى المدينة، بينما أعربت دول كثيرة بينها فرنسا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإسبانيا والبرازيل والإكوادور وفنزويلا عن تضامنها لتلبية أي نداء للمساعدة. فاصل قصير مشاهدينا ونعود. أحييكم من جديد. يحتفي العالم اليوم الأحد 2 أبريل نيسان الجاري باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد. شعار هذا العام نحو الاستقلالية الذاتية وتقرير المصير، ويهدف هذا اليوم إلى التعريف به والتحذير من مرض التوحد. يعد هذا اليوم أول يوم عالمي يخصص لمرض التوحد. حقائق عن هذه المشكلة الصحية نتعرف عليها مع عبير عبد الله المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن. يصيب مرض التوحد حاليا طفلا بين كل 68 طفلا، ويصيب الذكور أكثر من الإناث. يعد التوحد إعاقة تنموية عصبية وتظهر عادة قبل سن 3 سنوات، ويكلف التوحد أسرة المصاب نحو $60,000 سنويا في الولايات المتحدة. ولا يوجد علاج للتوحد، ولكن اكتشاف الحالة مبكرا يساعد على إجراء تدخلات تخفف من الأعراض، وبشكل عام هو ليس بالحالة الصحية الميؤوس منها. وهذا يعاني أصحاب مشكلة التوحد من حالات مرضية أخرى عادة مثل الربو واضطرابات الجهاز الهضمي وغيرها، وتختلف مظاهر مشكلة التوحد من شخص لآخر، ولا يوجد شخصان متطابقان لديهما المشكلة نفسها. وخطر الوفاة بين المصابين بالتوحد ضعف معدل الخطر بين السكان وفقا لدراسة بلجيكية. 40% من أطفال التوحد لا يتكلمون، وتؤثر المشكلة على مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي. معي هنا في الاستوديو أخصائية سلوك وعلم نفس ميرنا لذقاني. تميم، مساء الخير، أهلا بك معنا ميرنا. أهمية هذا اليوم خاصة بأنه بتنا نشهد وفق تقارير عدة بأنه هناك وعي أكثر في المرحلة الأخيرة تجاه مرضى التوحد. طبعا مساء الخير اول شيء. اهلا وسهلا. وهو اليوم هيدا اليوم العالمي للتوحد، بس شهر ابريل كله معتمد للتوحد. دائما نحن هلا كل مره عم بيصير في توعيه اكثر واكثر باتجاه دمج الاطفال بالمدارس العاديه. لما بنحكي توعيه يعني عم نحكي توعيه شامله لكل المجتمع، توعيه الاهل، توعيه المدارس حتى العاديه اللي هي المفروض تطلع على الأمر بشكل أوضح ولا يعرفوا يتعاملوا مع الطفل مريض التوحد اللي عنده اضطراب التوحد. بنقل نقطة مهمة جدا ذكرتيها، التوعية حتى والجهود لنقل مرضى التوحد لمدارس عادية مش مدارس مخصصة لهم. كيف يتم العمل على هذا الموضوع؟ أول شيء بده يكون هيدا مشروع له خطوات لازم يتبعها من الأول. أول شيء عندنا تدخل المبكر، هيدي أهم شيء. كل ما كان اكتشاف اضطراب التوحد عند الأطفال بيكون بكير، كل ما بيكون أحسن وبيساعده ليقدر يندمج لاحقا بالمدارس العادية. يعني أول شيء لازم أول ما يكتشفوا الأهل إنه في شيء مش كتير مزبوط عند الأولاد، المفروض دغري يلجأوا للجنة أو لجنة متخصصة، لفريق عمل متخصص لحتى هو يشخص ويقيم المرض، عفواً الاضطراب اللي عند الولد. وانطلاقاً من هنا يبدأ ومن هون العلاج. بده ينعمل علاج، بنرسم الخطة لكل طفل لأنه اسمه طيف التوحد، يعني كل حدا عنده بيختلف من طفل لآخر. بما أنه هيك فكل حدا بده ينعمل له خطة علاجية ليمشي عليها حسب الحالة، حسب هو شو بحاجة لإلها. طيب، وفق تقرير زميلتنا عبير قالت بأنه قبل سن 3 للأطفال تقريبا تتبين العوارض هذه. ما العوارض؟ متى يجب أن تتنبه الأم أو الأب بأنه هناك علامات استفهام ويجب أن
يعني أتابع هذا الموضوع مع طبيب؟ لما بقول لفريق مختص اللي هي طبيب أخصائي علاج نفسي، كل هدول الفريق هو اللي بحدد الطفل شو عنده. قبل 3 سنين أول ما الأم بتشوف شيء عند ابنها شوية مختلف عند الأولاد العاديين، ساعتها بتكون مثل إشارة إنه ابني عنده شيء، فلازم عشان هيك تلجأ دغري للأماكن المختصة للتقييم تقييم شو عنده يعني ابنها. والعلامات اللي هي صارت تقريبا كل العالم تعرفها، بس أبرزها التواصل. لما ما يكون في تواصل، تواصل بصري، تواصل لفظي، لما يعني بيتواصل مع الولاد ما بقعد بيحكي مع أهله مع الولاد، التواصل الاجتماعي هيدا أقرب لأن يكون ترشي. وحيدا يعني أي. طيب الوضع النفسي في حالات نتحدث عنها، ويؤخذ بعين الاعتبار بأنه الوضع النفسي للطفل يؤثر إيجابا بحالته، وهو من أبرز العوامل التي تساعده في الشفاء. هذا اللي قلنا عليه لما بدنا نعمل توعية وتدريبات للأهل، تدريبات للمعلمات، حتى لما بده يكون في معلم ظل اللي هو الشادو تيتشر بده يتابعه بالمدرسة لاحقا، بده يكون كمان خاضع لتدريبات خاصة لحتى يقدر يساعده، مش انه عم بيمشي معه بس لحتى يعني بس مرافق، لا، في كلها تدريبات. حتى الاولاد اللي بالمدرسه لازم ننشر التوعيه لالهم لحتى يتقبلوا ويستقبلوا الطفل اللي عنده احتياجات خاصه. صحيح، وهيدا حتى دور اهل حتى من غير مرضى التوحد، يعني الاطفال عديم تعامل مع المرضى. بنتحدث عن شفاء لمريض توحد فيما لو تم متابعة حالته منذ البداية؟ مثل ما قلنا، بما أنه اسمه طيف يعني أطياف، يعني بيختلف من ولد لتاني. أول ما بيكون الولد بلش بالعلاج المبكر اللي هي بنسميها تدخل مبكر، طالما هو قادر يوصل لمرحلة كتير متقدمة بالعلاج وبيقدر يعني نوعا ما يوصل في أمل أكثر. أنا أشكرك على وجودك معنا هنا في الاستوديو، أخصائية سلوك وعلم نفس سيدة ميرنا لفقاني تميم، شكرا. انطلق الأحد معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية الذي ينظمه المجلس التنفيذي لإمارة دبي تحت رعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي. شهد المعرض الذي يستمر على مدار يومين مشاركات عالمية وخليجية وإقليمية تكمن أهميته في توفير فرصة الاطلاع على تجارب الحكومات الأخرى. المزيد في تقرير الزميل عطاء الدباغ. حكومات وطنية إنجازات عالمية، تحت هذا الشعار انطلق معرض دبي للإنجازات الحكومية في نسخته 5 على التوالي، وفيه تتسابق الجهات الحكومية في عرض أبرز إنجازاتها وابتكاراتها في مجالات العمل الحكومي. في هذه المشاركة نحن توجهنا للتطوير الإداري، تمكين الموظف، إسعاد الموظف وسعادة المتعامل من خلال برامج تدريبية. طورنا البرامج التدريبية عندنا، حولناها كلها برامج تدريبية ذكية للموظف. طبعا أنا أعتقد إذا ما في سعادة ما في إنتاجية، إذا ما حس الموظف أنه سعيد ويقدر يخدمك أو يقدم العمل الأفضل الموجود عنده وهو مش سعيد ما بيعطيك الإنتاجية اللي أنت تتوقعها. كذلك المتعامل الطرف الآخر إذا ما شعر بالسعادة والارتياح من الخدمات اللي أنت قاعد تقدمها له ما بيكون سعيد يعني. فنحن بالعكس نحن نحاول نرسخ مفهوم قيادتنا الرشيدة بالنسبة للسعادة، هي استراتيجية موجودة وضعتها حكومة دولة الإمارات. 80 جهة من 20 دولة أتاح لهم هذا المعرض عرض الإنجازات والتعرف على أفضل ممارسات العمل الحكومي، إضافة إلى بحث سبل التعاون والشراكة مع الجهة المشاركة ومقابلة المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار. إن شاء الله خلال 2017 راح ننتقل إلى التفتيش الإلكتروني، تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في المواقع، بحيث أن المفتش لا يحتاج أن يرجع إلى المكتب لإملاء التقارير. في موقع التفتيش راح يعبي البيانات على تابلت بي سي، ومن ثم راح تنقل المعلومات مباشرة إلى السيرفرات. المشروع عبارة عن خط قطار بطول 15 كيلومتر في 7 محطات، محطة انتقالية على الخط الأحمر، محطة نخيل هاربر أند تاور، بالإضافة إلى 3 محطات علوية ومحطتين تحت الأرض. طبعا يخدم الخط هذا
بعد إكسبو كإرث بيخدم على منطقة فيها حوالي 270 ألف نسمة. المعرض اليوم يتضمن عدة مشاريع، زي ما بتعرف في تقريبا 70 دولة بتزور المعرض اليوم. العارضين طبعا متنوعين، وفي عندك من المطورين إلى التكنولوجيا إلى الشركات والمؤسسات اللي تعنى بتطوير المدن. المشاركة الواسعة من مختلف الجهات الحكومية المحلية تؤكد على اهتمام جميع الأطراف بتطوير العمل الحكومي، ما يرفع مستوى السعادة والرضا للمتعاملين. 80 جهة تابعة للحكومة تعرض إنجازاتها في ميادين الإبداع والابتكار وتطور آليات العمل الحكومي من أجل إسعاد الموظفين والمتعاملين بما يخدم رؤى الحكومة وخططها المستقبلية. عطاء الدباغ لأخبار الآن، دبي. دائما للمزيد مشاهدينا يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. أنا أشكركم دائما من دبي على المتابعة مشاهدينا، ألقاكم غدا بإذن الله في الوقت ذاته والمكان ذاته للوقوف ككل يوم على أبرز الملفات العربية والعالمية، خاصة عندما نتحدث عن ملفين طبعا سوري والعراق. إلى اللقاء.